السلام عليكم على الجميع، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. رمضان مبارك وكل عام وانتم بالف الف الف خير. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والتيسير والرزياق وكل ما كنتمناو، وسيدي ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء خلال هذا الشهر المبارك العظيم. اذا اليوم بحول الله تعالى غادي نشارك معكم واحد التحليه كتجي لذيذه بزاف، انا شخصيا كنعملها وكتعجبني. المهم قررت انني نشاركها معكم، هي بمقادير بسيطه جدا ومتوفره في جميع البيوت. اذا بلا ما نطول عليكم يلا ونبداو الوصفه ديالنا. لكن قبل من هادشي هذا كامل، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك، يفعل جرس الاشعارات باش كومسا يتوصل بكل جديد ديالي. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو دانيت، واللي غادي ناخذو منه معلقه كبيره، ريبي جميله، حبات شوكولاته نسكويك. بالنسبه للفواكه غادي نحتاجو نص ديال البرتقاله، نص ديال اللنقاصه، نص ديال التفاحه، ونص ديال البنانه. كطبقه اولى غادي نعمل رقائق الشوكولا، طبيعه الحال بداو بالطبقه اللي بغيتو. الان غادي نضيف ملعقه كبيره ديال دانيت، فوق رقائق الشوكولا بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نقطع بنانة على شكل دوائر، غادي نضيف القليل من ريبي، ما نحاولش نديرو كامل غير واحد شويه. من بعد غادي نقطع نصف تفاحه، فاللي كتعجبو بيان شوغ التفاح يعملو، اللي ما كتعجبوش ما يعملش. نعمل الفواكه اللي كياكل بزاف، الا بغيتو تزيدو معلقه كبيره اخرى كطبقه اضافيه هنايا ممكن تزيدوها، انا ما غادي نضيفهاش، كنكتفي غير ملعقه كبيره ديال كريم كاراميل. يمكن لكم تستعملوا دانيت ديال الشوكولا الا بغيتو. الان غادي نقطع بعويد ديالي او لينغاس، حيت الناس داخل من الداخل كيقولوا بعويد، حنا الناس الشمال كنقولوا لينغاس. غادي نضيف ريبي ايضا، ومن بعد البرتقال الا بغيتو هيدا تقطعوها على شكل دوائر، اولا تقطعوها على شكل مربعات صغار، فانا كنخليه هكا كبير. هذا الشكل هذا فوالا. من بعد كنضيف الطبقه الاخيره ديال ريبي على هذا الشكل، باردون. وبالنسبه للتزيين يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتوا، اما البسكوي، اما
مادلين. اما المهم اختاروا البسكويت اللي كتبغيو او لا بغيتو تخليوها هكا كلها على هذا الشكل. انا بالنسبه للتزيين غادي نعمل قطع صغيره ديال تشيز كيك، كنت شريتها من هاتن، روعه تشيز كيك من هاتن، برافو عليكم. دونك غادي ناخذ القطع ديال تشيز كيك، انا درت غير جوج ديال القطع فقط للتزيين، وبالتالي غادي تكون التحليه ديالنا واجده وبصحتكم وراحتكم.